السلام عليكم. رغم النتائج السلبية التي لزمت نادي حسنية أكادير في منافسات البطولة لدورات منذ بداية الموسم، إلى أن رفاق الرامي تداركوا الأمر إذ سرعان ما نجحوا في العودة للسكة الصحيحة. فبعد الانفصال عن الإطار التونسي منير شبيل، نادي حسنية أكادير تعاقد مع ربان جديد. حديثي هنا عن الإطار الوطني رضا حكم، الذي منذ أن تسلم زمام العارضة الفنية للنادي الأكاديري تغيرت أمور عديدة، إذ تحسن مستوى الفريق بما في ذلك النتائج أيضا. السلام عليكم. مالك أنت كامير ربي لاباس بخير. لديتين محمد محب الحسنية، نتمنى الحسنية تفتو النتائج إفولكين. طريد الحكم زلي عدي وشكار تفتو النتائج بخير وعلى خير. نتمنى يمدنا أدعون أدقنا فوس غفوس أجنف الحسنية تفتو. لا غير هذا المدرب هذه تشكى باسكو لا يخدم الا ولا المغرب بنو تكاري خلو انت خصها تعاون غفوس غفوس نتج الفريق مع تفتو ان شاء الله. نتمنى قال رقاب ازكوات ان شاء الله، ونتمنى التوفيق ان شاء الله يكون الفريق نسوس. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أود أن أشكر جمهور حسنية أكادير كذلك المكتب المسير لفريق حسنية أكادير فيما يخص النتائج اللي كيحصلها فريق حسنية أكادير حاليا. يعني نتائج أنا كجمهور أعتبر النتائج مشرفة في المستوى المطلوب نظرا لقوة الفرق المنافسة. كذلك ما كيعرف الجميع بأن حسنية أكادير في السنوات الأخيرة يعني من الفرق اللي أصبح عنده الكلمة ديالو وعاد كينافس على البطولة، كينافس على كأس العرش، المنافسات الإفريقية. لهذا واحد واحد الرسالة غادي نوصل للجمهور الكريم، يعني خصو يسيع في هذه الظرفية يساعد الفريق ديالو ويشجعوه من بعيد ومن قريب. لأن الجمهور ماشي النتيجة، يعني الجمهور الحقيقي هو اللي خصو يواكب الفريق ديالو في الضراء وفي السراء والضراء. وفريق حسنية أكادير صراحة ماشي أنا كابن منطقة السوس ولا الدشيرة، يعني بالمقارنة مع الفرق لا جينا نشوفوا التركيبة ديال فريق حسنية أكادير، يعني تقريبا أغلبية اللاعبين ديال ابناء الفريق بغض النظر عن الفرق الاخرى، يعني بالامكانيات ديالها كتجلب لاعبين وكنشوفوا المراتب اللي كتحتل. بالمقارنه مع حسنية أكادير راه لحد الساعه راه في المراتب الاولى تقريبا، راه النتائج الاخيره خيلوا دليل على جميع الفرق اللي تنافس معها مع فريق الجيش الملكي في المرتبه اللي كيحتل الصف الاولى، انتصر عليه في مدينه الرباط، كذلك الرجاء البيضاوي انتصر عليه في مدينه الدار البيضاء. كذلك شدنا واحد النهج تكتيكي جديد اللي جابوه كرضا حكام، يعني فريق حسنية أكادير اللي اصبح الان كيلعب واحد الكره مستحدثه، كذلك كيلعب على جميع الاطراف. كنشوفوا كذلك الخط الامامي الان صبح كيحتكر الكره مزيان. لهذا مره اخرى كنبون الجمهور بكل صدق وحب يعني يعاون فريق حسنية أكادير، وكنتمنى ان شاء الله هذه السنه لما لا حسنية أكادير نشوفوه لما لا يحمل البطوله يكون بطل المغرب ان شاء الله. السلام عليكم. نتمنى الحسنية نتائج ان شاء الله. الزغاء اللي غير المدرب هذا الحمد لله تي فتنت ولينا يفولكين نضار بربي تبارك وتعالى يوافق يساعدنا نضار بربي تبارك وتعالى. هذا سنسخاء اين نتمنى يا ربي تبارك وتعالى الحسنية استي وافق التوالي القبي ان شاء الله ديما مع الحسنية سوى تراب سوى تراب. كما كنشوفوا الفرق هذا حسنية أكادير تحسنت من بعد ما جا المدرب رضا حكام، على فيما كان ذاك المدرب منير الشبيل تحسنوا كيلعبوا مزيان دابا، بدل الخطه بدل شحال من حاجه، ولا كيعطي الثقه للدراري تاع الفرقه، وداك الشيء اللي كيخولينا اننا نربحوا بنتائج اللي هي ممتازه ونتسلقوا في سلم الترتيب. السلام عليكم. نتمنى من الحسنيه ان شاء الله، حنا المحبين الحسنيه مشجعين ديالها، هذا المدرب اللي جاره مزيان، الفريق ان شاء الله باين يطلع لقدام، ونتمنوا لها اللقب ان شاء الله بحول الله ولله حاشم يا ربي. احقاقا للحق، فلسفة الإطار الوطني رضا حكام ظهرت آثارها الإيجابية على منظومة الغزالة السوسية، إذ أصبح الفريق يتميز بشخصية قوية ومستواه يتحسن من مباراة إلى أخرى، إذ بات ينافس على أحد المراكز المؤهلة للمنافسات القارية. هذا المطلب الذي يعد مطلبا ومطمحا لكل الجماهير السوسية. ميكروفون خالد بادو، كاميرا سفيان أهبري، أخبار الفجر المغربية، الدشيره.